بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم، ما زلنا مع حبيبة رسول الله السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. النهاردة هندخل بيت النبوة نتفرج إيه اللي كان بيحصل، قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتوي غيرة عائشة، وقد إيه بذكائها كانت ممكن تحول مشكلة كبيرة جدا لمشكلة صغيرة قد كده رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والعلماء المتخصصين في العلاقات الزوجية بيقولوا إن أكتر صفة عظيمة في الدنيا كلها ممكن واحدة ست تتحلى بيها هي الذكاء العاطفي. وأعظم ست في الدنيا قدرت فعلا تتحلى بالذكاء العاطفي هي ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إزاي؟ هنحكي بقى النهاردة المواقف الجميلة اللي كانت بتحصل بينها وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ هقول لحضراتكم حاجة جميلة جدا. كانت دايما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة سيدنا رسول الله كانت تجمع الصحابة وتقول لهم أفلا أحدثكم عني وعن رسول الله؟ كانت تقول لهم تعودوا أحكي لكم عني وعن رسول الله، فيقولون نعم يا أمنا، هي أمهم، فكانت تقعد تحكي لهم اللي كان بيحصل بينها وبين سيدنا رسول الله. فتعالوا ننسى المكان اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، وحضرتك انسى الشخص اللي بيتكلم، احنا دلوقتي قاعدين قدام ستنا عائشة، هي اللي بتحكي لنا اللي كان بيحصل بينها وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحكي لنا أمنا الجميلة عائشة إن هما مرة كانوا راجعين من غزوة، فبتقول ستنا عائشة رضي الله عنها كنت في هودجي، كانت في الهودج بتاعها وإحنا راجعين من الغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يطلع غزوة ياخد واحدة من زوجاته معاه. إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيبص على المرأة إن أنت مكانك البيت ومكانك المطبخ مع احترام الوظيفة، إن الست تشتغل في بيتها دي وظيفة عظيمة، بس مش ده الحاجة الوحيدة اللي الست ينفع تعملها، لا كان بياخدها مع الغزوات وكان بيحترم رأيها زي ما هنسمع كتير مع زوجات النبي. فكان في كل غزوة يطلع ياخد معاه واحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، ففي المرة دي كانت معاه ستنا عائشة. فستنا عائشة رضي الله عنها بتحكي بتقول كنت فيها ودجي والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي معاكيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام حس إن أنا مليت، غزوة وحرب وبتاع أكيد زهقت، فقرب على الهودج بتاعها وقال يا عائشة، أو في رواية قال يا عائش. النبي عليه الصلاة والسلام كانش بيناديها باسمها إلا نادرا، كان دايما يدلعها. فقال يا عائش أتسابقينني؟ تسابقيني؟ تسابقك يا رسول الله؟ فستنا عائشة بتقول فقلت له نعم يا رسول الله، أيوة أسابقك. فقال للجيش تقدموا اطلعوا لقدام. وتنزل ستنا عائشة من الهودج ويبدأوا هما الاتنين يسابقوا بعض. الكلام ده حصل بجد يا جماعة، بيتسابقوا مين هيجري يسبق التاني؟ فتسابقوا، فسبقت عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمنا العظيمة، فضحكت ستنا عائشة وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعدت الموقف. بعد كم سنة حصلت غزوة تانية وسيدنا رسول الله أخذ معاه ستنا عائشة مرة تانية رضي الله عنه وأرضاه، وبرضو النبي حس إنها وإحنا مروحين من الغزوة برضو ملت، فرح لها قال يا عائشة أتسابقينني؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال للجيش تقدموا، وتنزل ستنا عائشة وتسابق النبي صلى الله عليه وسلم ويسبقها النبي، فيضحك ويقول لها هذه بتلك واحدة بواحدة. دي في المرة اللي فاتت تقول ستنا عائشة وضحكت أنا ورسول الله. قد إيه الحياة بسيطة، مش لازم يبقى معاك فلوس كتير عشان تعرف تتبسط، مش لازم حضرتك ومراتك عشان تخرجوا خروجة حلوة يبقى معاكوا فلوس كتير، ممكن حاجات بسيطة جدا تخليكوا تتبسطوا لو بتحبوا بعض. الإمام البخاري أخرج حديث بيقول فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل صار مع عائشة يتحدث. كان أول ما الليل يجي ياخد ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويتمشوا مع بعض يتكلموا. يعني لو حضرتك أخدت مراتك وخرجتوا بالليل تتمشوا، على فكرة أنت بتعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش سواك ولحية وطوب قصير، مع الاحترام للمظهر الجميل ده، بس مش بس دي سنة النبي، ناس اختزلت السنة، السنة الأخلاق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، معاملة الزوجة باحترام وبحب، دي سنة، هي دي السنة اللي احنا فعلا مفروض نطبقها. موقف تاني تحكيه ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
بتقول في يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي وفي ليلتي، كان عندي وبيت عندي عليه الصلاة والسلام. فبتقول ستنا عائشة كان هو خفيف تصحى بسرعة، فبتقول أنا نايمة نوم خفيف كعادتي، فحسيت إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم من جنبي رويدا رويدا، فانتبهت ورايح فيه. قام رويدا رويدا وأخذ ثوبه ونعله رويدا رويدا. فستنا عائشة صحيت بقى، عايزة تعرف ورايح فيه. ستنا عائشة بتقول فقلت في نفسي يذهب إلى إحدى زوجاتي، هو شكله كده رايح لزوجة ثانية من زوجاته. فغارت ستنا عائشة بتقول وأخذ نعله رويدا رويدا، ثم فتح الباب رويدا رويدا، لبس هدومه ولبس نعله عليه الصلاة والسلام، خرج وأغلق الباب خلفه رويدا رويدا. ستنا عائشة تسكت رضي الله عنها؟ لا طبعا. قالت فقمت فوضعت علي ثيابي ووضعت علي حجابي وخرجت خلفه. شوفوا رايح فيه، تطلع تمشي وراه رضي الله عنه وأرضاه. رايح فين صحيح يا رسول الله؟ رايح البقيع، رايح يستغفر لأهل البقيع. فبتقول فمشيت وراه لحد ما لقيته وصل البقيع، ولقيته وقف يستغفر لأهل البقيع، ثم قفل عائدا. قفل عائدا يعني مروح البيت. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مش عارفة تعمل إيه، النبي راجع البيت حيلاقيها مش موجودة. بتقول فقفل عائدا فأسرع فأسرعته، مشي فأسرعت أنا كمان عايزة أوصل قبله، فهرول فهرولته يعني شبه بيجري، فجريت أنا كمان، فأحضر يعني بطأ شوية فأحضرته فسبقته، دخلت البيت قبليه، دخلت تحت اللحاف غطيت راسي. بس المسافة من البقيع لحجرة ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضها مش قليلة، لو حضرتك خدتها جري هتنهج. فستنا عائشة لما رجعت البيت دخلت تحت اللحاف تنهج، فاللحاف طالع نازل طالع نازل. فدخل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل لقى اللحاف طالع نازل وصوت نهجان، فقال يا عائشة أأنت بخير؟ أنت كويسة؟ فمش بترد، قال يعني نايمة. يا عائشة أنت بخير؟ مش بترد. يا عائشة أحشيا رابية؟ حشيا رابية يعني عندك رب؟ فقلت أنا بخير يا رسول الله. فقال قم يا عائشة. فقامت عائشة، فقال يا عائشة ما الأمر؟ في إيه؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله وكل ما نفعل يعلمه الله. هي عارفة طبعا إن كل حاجة بنعملها ربنا عارفها، هي بتقول يعني كأنها يعني مكسوفة من اللي حصل. قال نعم يا عائشة كل ما نفعل يعلمه الله، أخبريني. والله يا رسول الله يعني وبصراحة بس أنا شكيت يعني إنك تروح حد من زوجتك، فخرجت وراك. فقال أأنت السواد الذي كان أمامي؟ يعني افتكرها عفريت حاجة سودة بتجري، أنت السواد الذي كان أمامي؟ فحست ستنا عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يزعل. فقال يا عائشة أظننت أن أحيف عليك؟ أنت فكرني هظلمك؟ أنا ممكن برضو أسيبك وراح لزوجة تانية؟ أنا معقولة أظلمك؟ فستنا عائشة حست إن سحر النبي صلى الله عليه وسلم. كل زوجة بتسمعني دلوقتي أول ما يحصل موقف كده بينك وبين زوجك تحس إنك غلطانة، تقعديش تتأسفي كتير، تشتي الطريقة الصح، وما تعملي إيه؟ الذكاء العاطفي بتاع ستنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. كانت تعمل إيه؟ أول ما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم زعل أو داخل على مرحلة الزعل تروح محولة الكلام ومغيرة الموضوع تماما، مش أي تغيير، تغير الموضوع وتبدأ تكلمه في صلب اهتماماته عشان ينشغل ويركز معها في الحاجة اللي بتقولها. فتقول له إيه؟ يا رسول الله إذا ذهبنا إلى البقيع فماذا نقول؟ شفت عملت إيه؟ النبي كان مركز عليه الصلاة والسلام، أنت إزاي تعملي كده يا عائشة؟ فتقول له يا رسول الله طب لما نروح البقيع نعمل إيه؟ النبي صلب اهتماماته الدعوة، فسألته في صلب اهتماماته، فيرد عليها الحديث المشهور ويقول لها يا عائشة إذا ذهبت إلى البقيع فقولي سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هي بتسأل البقية أو المقابر بشكل عام. فأي زوجة يحصل معاكي كده وتلاقي زوجك زعلان تعملي إيه؟ حولي الموضوع،
اسأليه في صول باهتماماته، وليكن شغله مثلا، ليكن رياضة بيحبها، ليكن الكورة. والزوج كمان، النبي صلى الله عليه وسلم ما قعدلاش على واحدة قالاش لا 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 ارجعي الموضوع أنا أنت كنت، لا لا لا، مشي معاها صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنك يا أمي وحبيبي يا رسول الله. إيه كمان اللي كان بيحصل في بيت النبوة؟ هنعرف الحلقة الجاية إن شاء الله رب العالمين. شكرا، السلام عليكم. درس بكرة والنهاردة كل زوجة في بيتها وردة، العبير جبر الخاطر والسكينة في ال